الرتنة هي الطبقة الداخلية، راح تمثل هذه الموجودة هنا. الرتنة تتكون من خلايا هواية، أهم نوعين هي الكونز والرودز اللي هي موجودة هنا، هذه الكونز وهذه النيرودز، أهم أنواع من الخلايا اللي هي مسؤولة عن تكوين الفيجن. أكو أنواع أخرى من الخلايا موجودة هنا. تكونت الرتنة عن طريق الأوبتيك نيرف، إن الأوبتيك نيرف من إجا راح يتطشر إلى هذه من الجهتين على تكوين الرتنة أو اسمها الشبكية. أول ما يدخل الأوبتيك نيرف راح نسميه الأوبتيك ديسك. الميزة هذا الأوبتيك ديسك هنا ماكو رتنة، وبالتالي يعتبروه بلايند سبوت. اكو اربع انواع من الخلايا. اول نوع عندنا الباي بولر سيلز، هذه الباي بولر سيلز يعني هي باي بولر، ان النواة من ناية ومن ناية اكزون ومن ناية دندرايت. من جهة الاكزون راح تتصل بالجينجليونيك سيلز، ومن جهة الدندرايت راح تتصل بهذين الخلايا الكونز والرودز. كذلك الباي بولر سيلز راح تكون موجودة باتصال ممكن ويا الهوريزونتال سيلز، فهي موجوده هنا، انت تتصل بالرود بالكونز بالهوريزونتال سيلز، وهاي من هذه الجهه من جهه الدندرايت. من جهه الاكزون راح تتصل ويا الجينجليونيك سيلز. النوع الثاني هي الجينجليونيك سيلز، هاي الجينجليونيك سيلز هي اتصلت من الباي بولر وبعدين انطت فايبرز، لان الفايبرز مالته بالنهايه راح تكون الاوبتيك نيرف. إذا تلاحظوا بهذه الصورة هم من عندنا هنا الجينجليونيك سيلز، هي نفسها انطت هذني الفايبرز هنا موجودة. خليني أشوفكم هاي الفايبرز، هذني الفايبرز هنا نفسها راح يكونن الأوبتيك نيرف، وبالنهاية الأوبتيك نيرف راح يروح للبرين. النوع الثاني من الخلايا هي الهوريزونتال سيل والأماكراين سيلز. هذين الخليتين هي يعتبرن افقيات، اثنين هوريزونتالي. اذا تشوف هذه الهوريزونتال سيل وهاي الأماكراين، الهوريزونتال سيل واقعه ما بين الرود سيلز اللي هن هذين الرود سيلز او والكون سيلز، بينها وبين خلايا الباي بولر سيلز راح يتواجدن هنا. شوفن هذين شلون موجودات. بينما الأماكراين فواقع ما بين الباي بولر والجينجليونيك سيلز، وهذني يكون لهن ربط ويا الباي بولر ويا الجينجليونيك، وكذلك أماكراين ويا أماكراين ثانية. فإذا أكو أماكراين تربط ويا أماكراين ثانية، هنا موجود إنه between the bipolar cells and the ganglionic cells or and with other أماكراين cells. وصلنا هسه للكونز والروز، وهذني يسموهم the photo cells of the اي. هذه المقارنة بعدين راح نسولف عليها انا اكثر، فتقدرون تعرفوها يعني بالنهاية ورا ما تخلص كل الفيديو، يلا ترجع عليها تقراها. بس اهم معلومة ان الكونز عددهن اقل من الروز، الروز هي اكثر، والروز هي sensitive to the dark، يعني انت بالظلمة اكثر شيء تشتغل الروز وعددهن كلش هواية، بينما بالوقت اللي انت نهار ما تحتاج هواي هذين الخلايا، فراح تحتاج بس الكونز، وعددهم قليلات اصلا هي الكونز. هاي معلومه بعدين راح تتوضح اكثر. والمعلومه الثانيه هنا انه الكونز هي مهمه بالكلر فيجن، انه الالوان اللي ينطيها هي خليه الكونز كستركتشر على بشكل هيستولوجي على هذني الفيجوال ريسبتورز. هذين راح نبدا بيهن عندنا هنا جهه الاوتر سيجمنت، هاي هي خليه الروت او الكونز. هذه الاوتر سيجمنت تتمثل بشكل ديسك، هاي بشكل ديسكات، وهذه تحتوي على الفوتو سينتيتيف بيجمنت. الطبقه الثانيه هي الانر، هذه الانر راح تمثل بالسيتوبلازم مالته، العدوان النواة، هاي النواة جوا. هذه السيتوبلازم ريتش ان ميتوكوندريا، بها هوايه من الميتوكوندريا. وراء عندنا النواة، وبالاخير عندك مكان مات الساينبس اللي هي ساينبتيك اند، اللي نفسها تتصل ويا الهوريزونتال والباي بولر سيلز. وهاي وضحناها بهذه الصورة، انه هاي خلية كون او هاي خلية روز، هذين كلهم خلايا من الروز، تتصل عن طريق السينابتيك اند ويا الباي بولر سيلز، وكذلك ممكن انه يتصلون ويا الهوريزونتال سيل، هاي الهوريزونتال سيل. اكفد مكان يسموه ذا ماكيولا لوتيا، وهذا فد شيء مثل انبعاج. اذا تلاحظ هنا بهاي الصورة، اذا يعني نكبر عليها راح نشوف هذه، هي هذه الماكيولا. المهم اللي نريد نعرفه من هذا السلايد انه خلايا الرودز اللي اكتبه هنا، هاي الرودز يكونوا موجودين بكل المكان، كل مكان الرتنة الرودز موجودة، بينما الكونز فهم ما موجودين غير بس بمنطقة واحدة، موجودين بس بالماكيولا لوتيا. وهذا الشيء راح يعطينا فد معلومة، انه بما انه الكونز كلش عالية عدد هواية، فش وقت نستخدمها؟ بالنهار لو بالليل؟ لا بالليل، هاي راح تستخدم، اذا هاي تستخدم بالليل.
بينما الكونز راح نستخدمها بالدي، دي يعني نهار، يعني بالنهار اكثر شيء نستخدم الكونز. ليش؟ لان احنا بالنهار ما نحتاج هوايه طاقه حتى نولد الصوره، الصوره تحتاج لها طاقه عاليه، بالنهار ما تحتاج لان انت اصلا موجوده الشمس، انت موجوده اكو ضوء الشمس، فذلك نحتاج عدد قليل من الخلايا اللي راح تكونها الكونز. بينما الروز مهمه بالنايت، بالليل تحتاج كل انواع الخلايا، هاي الخلايا ما ترتم من هاي الجهه او اللي موجودين هنا كلهم راح يشتغلون حتى يكونون الصوره. فاذا الروز هي مهمه بالليل. هسه نرجع لموضوع الماكيلا لوتيا. الماكيلا لوتيا اللي موجوده هنا تتمثل بمساحه 1 ملم تربيع، وهاي موجوده بسنترال بورشن اوف ذا ماكيلا اوف ستراكشن نسميه ذا فوفيا. هاي صوره حقيقيه للريتينا اللي نشوفه هنا، انه عندك هنا الاوبتيك نيرف، هذا هو نفسه هنا موجود الاوبتيك نيرف. هذا الاوبتيك نيرف اول ما يدخل راح يتكون الاوبتيك ديسك، واللي قلنا هذا يعتبروه بلايند سبوت ذات كونتين ذات كانوت سي ان ذس اريا، ما تقدر تشوف بهذه النقطه السوداء. عندك هنا هم من الاوبتيك نيرف، عندك هنا هذا الاوبتيك ديسك، هنا الارتريز مالت السنترال ارتريز. اذا تتقرب شويه راح تلقى الماكيلا، هذه الماكيلا هي الطبقه السوداء. اذا هنا تشوف اكو هنا سواد، هي نفسها هنا الموجودة. هاي محتوي على هواية خلايا من الكونز، هواية خلايا من الكونز. وهنا النقطة هاي البيضاء هي يسموها the fovea. الأوبتيك نيرف أول ما يدخل دي يكون الأوبتيك ديسك. الأوبتيك ديسك ما تقدر تشوف بيه، ليش؟ لأن خالي من الرتينا. إذا تشوفه هنا راح أقرب لكم عليها، هنا هي الأوبتيك ديسك. هذا الأوبتيك ديسك خالي من الرتينا، فبالتالي ما تقدر تشوف بيه. هذا يعتبره blind spot، يعني نقطة عمياء، بس يعتبر شيء physiological. وزين احنا ليش ما نشوف اكو نقطة عمياء؟ يعني احنا من نباوع. السبب لان العين الثانية جاي تغطي على هاي العين، وبالتالي ما راح يأثر شيء وتقدر تشوفه بشكل واضح. وصلنا لأهم موضوع اللي هو الفوتو كيمستري اوف ذا فيجن. الفيجن هنا راح يحتاج يعني معلومات بهواية كيمياء، وتعرفون انه اكو فيت فيتامين اللي هو فيتامين اي مهم بالبصر اللي يسميه ذا ريتينال، هذا الاكتف فورم اوف ذا فيتامين اي. الروت سيلز عندها فد بيجمنت مهمه خاصه بيها اسمها ذا رودوبسين، بينما الكون سيلز عندها بيجمنتات هوايه. اذا تذكرون قلنا الكون سيلز هي مهمه بتكوين اللون، لان هي موجوده بالريد سنسيتيف، جرين سنسيتيف، اند بلو سنسيتيف. اكو يعني ثلاث انواع، هذه ثلاث انواع كل وحده مهمه بتكوين الالوان. حلو. الماده الروت سيلز تحتوي على مضافا الى ذلك سكوتوبسين، بينما الكون سيلز عندها فوتوبسين. بينما الريتينال فهو مشترك ما بين البيجمنت مالت هذين الخليتين. بهذا السلايد راح يمثل لنا الفيجوال سايكل. اريد تركزون على بس شيء مهم واحد، انه الرودوبسين هو موجود وين؟ بالروت سيلز. احنا هسه طبعا للعلم راح نبلش بالروت سيلز، الكونز ما راح نشرحها لان هي ما موجوده اصلا. راح نسولف على انه انت بظلمه، تخيل انت بظلمه ما تقدر تشوف ابد، فتحتاج يا خليه الروت سيلز. زين شلون الروت سيلز تشتغل؟ تحتاج لها شويه ضوء، فاذا بس شويه ضوء راح تبدا تشتغل الروت سيلز. واحنا قلنا الروت سيلز هي مهمه بالليل، هي اللي تكون الصوره بالليل، وعدد الروت سيلز كلش هوايه بالعين، عدا مكان الماكولا لوتيا هي بس بيها الكونز سيلز. حلو. الرودوبسين راح يكون فد ماده او يتم تفعيله عن طريق ماده اسمها ميتارودوبسين تايب 2. فالميتارودوبسين تايب 2 ورا ما راح يفعل هذا الرودوبسين راح تتكون الصوره. اعتبر انه هو هذا الاكتف فورم مات الرودوبسين. الباقي هذا الحكي اللي هنا موجود هذا كله بعدين راح نتطرق له ونحكيه بشكل واضح. تخيل هاي الخليه كلها مات الرود سيلز، وهذا الانترستيشيوم مالتها تحديدا بمكان الديسك. حلو. فهذا الستركتشر هو مات الرودوبسين، هذا كله هو الستركتشر مات الرودوبسين. فالرودوبسين راح يتم تفعيله عن طريق الفوتون، هذا فوتون يعني الضوء، يعني اللايت اذا متواجد. يعني انت هسه هاي خليه الرود بحاله ظلمه، فاذا اجى شويه ضوء راح يتم تفعيله وتقدر تشوف بالظلمه، خلينا نقول على ضوء القمر تقدر تشوف شويه. حلو. فالرودوبسين راح يصير له تفعيل عن طريق الفوتون، هذا راح يفعل الجي بروتين ريسبتر. الجي بروتين ريسبتر محتوي على فت ستراكشر ثاني وياه، هو ترانسديوسين متصل بيه ويا الجي بروتين ريسبتر.
اللي راح يصير انه راح يتم تبديل الجي دي بي مكانه الجي تي بي. الجي تي بي هسه ورا ما تفعل الجي تي بي ويا ترانسديوسن راح يروحون يفعلون فد ستراكشر ثاني اسمه فوسفو داي استريز. من اسمه داي استريز اذا راح يعمل على وظيفه معينه التكسيريه، راح يقلل من كمية السايكليك جي ام بي. من قللنا كمية جي ام بي يعني سوى كسر الجي ام بي السايكليك جي ام بي، وبالتالي قلت كميته داخل هاي الخلية. زين هو بالاصل هو شنو فايدة السايكليك جي ام بي قبل هذا الحكي كله؟ السايكليك جي ام بي كوظيفة هو يزيد من الان اي شانل. تخيل انه هنا اكو فد شانل موجودة، الوظيفة مالته تدخل الان اي جوا الخلية. يعني زين ليش هي تدخل جوا الخلية هذا الان اي؟ حتى تسوي ديبولاريزيشن. فاحنا اللي سويناه قللنا من كمية سايكليك اي ام بي، وبالتالي قللنا من كمية الان اي شانل. بتوضيح ثاني هذا همين، احنا ورا ما فعلنا هذا الفوسفوداي استرايز انزيم راح يقلل من كمية سايكليك اي ام بي بانه يكسرها، بما انه سايكليك اي ام بي هو وظيفته يدخل الان اي جوا الخلية. تخيل انه هو يدخل الان اي جوا الخلية حتى يسوي ديبولاريزيشن، اذا الوظيفة مالته يسوي ديبولاريزيشن. بس اللي راح يصير انه الفوسفوداي استريز يقلل من كميه سايكليك اي ام بي، بالتالي يقلل من كميه الان اي شانل، وقل كميه الان اي داخل الخليه هذه اللي هي الروت سيلز، هذا كله هو انترستيشيوم، وراح يقلل الديبولاريزيشن. اذا قل الديبولاريزيشن راح تزداد كميه الكي اللي راح تطلع برا الخليه، فراح يطلع الكي برا الخليه، وبالتالي يصير شيء نسميه هايبر بولاريزيشن راح يزداد. قل الديبولاريزيشن زاد الهايبر بولاريزيشن. للتذكير الهايبر بولاريزيشن هو شيء عكس الديبولاريزيشن، وبالتالي due to the increase of the K بالخارج الخلية، يعني يبدي يطلع برا الخلية. هذا الشغلة الثانية انه رستيك ممبرين بوتنشال راح تزداد السالبية مالته، يعني يصير سالبي اكثر، يتحول من سالب 40 الى سالب 70. توضيح اكثر انه اللي صار اخر شيء انه الان اي بعد ما يدخل داخل الخلية، وهذا المكان هو مات السينابتيك اند اوف ذا رود سيلز، فكمية الان اي قلت داخل الخلية الموجودة هنا، وبالتالي صار انت عندك هايبر بولاريزيشن. شوف هو هذا الهايبر بولاريزيشن اللي قصدته، وراح يصير رستنج ممبرين بوتنشال اللي هو هذا الخط صار سالب 70. بعدها من صار هايبر بولاريزيشن كمية المواد او النيورو ترانسميتر ما راح تطلع، قليلة يعني هي تطلع مستقل الكمية مالتها. اللي راح يطلع هو الانهيبيتري نيورو ترانسميتر جلوتاميت، ما راح يطلع منها، وبالتالي راح يصير less number of inhibitory نيورو ترانسميتر جلوتاميت اللي طالع منها. هنا اللي راح يصير هو شنو؟ هو هذا من اسمه هو inhibitory neurotransmitter، يعني الوظيفة مالته يسوي inhibition على الخلية الثانية اللي راح نفعلها. هاي الخلية الثانية مين هي؟ هاي خلية البايبولر. هاي خلية البايبولر باعتبار انه قلنا الروت سيلز متصلة ويا البايبولر سيلز. هنا مكتوبة or cones، بس احنا هنا راح نقصده يعني بشكل عام، وهم من الكونز تشتغل، بس احنا نسالف هسه بشكل عام. اذا اردنا الروز فهي بس الروز يعني. اوكي حلو؟ فالمواد اللي راح يطلع من النار راح يعبرن الى هاي الجهه، خلينا نمسحهن. هذين المواد ما راح يعبرن هنا، راح يصير less number of it، وبالتالي تقللت من الانهبيتري. انت اذا قللت من الانهبيتري يعني من قللت الاي بي اس بي. الاي بي اس بي هو مختصر مال انهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال. اذا انت قللت من الانهبيتري يعني صار يعني قللت من المثبط، اذا صار اكتيفيشن، فاللي راح يصير اكتيفيشن ويصير ديبولاريزيشن. اذا طلع انه صار ديبولاريزيشن بالباي بولر سيل، هذا الستركتشر خاص او الدايجرام مال هاي الخليه وهذا مال هاي الخليه. كتوضيح ثاني اللي صار انه بهذا المكان صار كله انه الان اي بعد ما يدخل داخل الخليه، يعني شنو صار؟ طلع برا الخليه، وبالتالي صار هايبر بولاريزيشن. ورا ما صار هايبر بولاريزيشن اللي راح يصير انه هذني الانهبيتري جلوتاميت راح يقل عددهن، وبالتالي انت راح تعرف اللي راح يصير الاي بي اس بي الانهبيتري بوست سينابتيك بوتنشال راح يقل، وبالتالي اذا قل المثبط يعني صار اكتيفيشن او صار ديبولاريزيشن بالباي بولر سيلز. الباي بولر سيلز ورا ما تاثرت هي هاي نفسها هاي الاند اللي هي موجوده هنا، فعلت الباي بولر سيلز. الباي بولر سيلز راح تروح تفعل الجينجليونيك سيلز، والجينجليونيك سيلز تنقل للاوبتيك نيرف، وبالتالي ننقل الصوره الى البرين. هنا اخر مرحله موجوده انه الباي بولر سيلز
راح تفعل الجينجليونيك سيلز اللي هي موجوده هنا. هاي الباي بولر، هذه الجينجليونيك، راح تفرز مواد اكسايتاتوري ما له علاقه انهبيتر ولا ما ادري شنو. هذا يعني شيء نورمال، او شنو اقول لكم، يعني سامعين بي كلنا انه نيرفي راح يفعل نيرف ثاني، شيء كلش طبيعي انه هنا راح يصير اكشن بوتنشال وهنا يصير اكشن بوتنشال. هذا السبب مالته نقصان بالبي اي بي اس بي، اخذناه بالصوره اللي قبلها. هنا راح يزداد، لا بالعكس، هنا اكو زياده بالاي بي اس بي اللي هو مختصر مال اكسايتاتوري بوست ساينابتيك بوتنشال. الفرق انه اثنيناتهم ماكو فرق بيناتهم، هو اثنيناتهم اكشن بوتنشال. المهم الفكره يعني اذا تذكرون انه الرودبسين تحول الى ميتا رودبسين اللي هو الاكتف فورم، بس هذا ما يظل مستمر ورا سكند، يعني فتيج ثواني راح يجينا فد انزيم اسمه رودبسين كاينيز انزيم، راح يثبط الميتا رودبسين تايب 2. ورا ما ثبطت الرودبسين تايب 2 راح اقدر ارجع واسوي سايكلينج للموضوع كله، وراح ترجع انه الصوديوم شانل مالت ال ان اي راح ترجع تفتح، لان هي كانت مسدوده بفعل هذا السايكليك اي ام بي من قللنا. بدام هي صارت خبصه راح ناخذ مختصر على هذا الموضوع. انت عندك هنا اول شيء اجى اللايت، اللايت هو فعل الرودبسين فسوى ستراكشر تشينج بالريتينال اللي هو مات الفيتامين اي، هسه شوي نتطرق لها. المهم ان الرودبسين راح يتحول الى اكتف فورم مات الميتا رودبسين 2، بعدها صار كلوجر للان اي شانل، وبالتالي صار هايبر بولرايزيشن للممبرين وقل كميه ال الانهبيتوري نيورو ترانسميتر، وبالتالي قلت كمية الاي بي اس بي الموجودة بالباي بولر سيلز وصار الديبولاريزيشن او صار الاكشن بوتنشل بالباي بولر سيلز. بعدها زيدنا من الاي بي اس بي الموجودة بالجينجليونيك سيلز وصار اكتيفيشن، وهذا كله راح يسوي جينيريشن بالاكشن بوتنشل اللي منقول للاوبتيك نيرف. هذه الصورة نفسها موضحة بس من جوجل، اذا تذكرون انه هو هذا الانترستيشن مات الديسك وهذا اللي بداخل الخلية، هو بالضبط وين موقع صاير هنا، يعني اذا تقرب تشوف هذا الديسك الموجود هنا، هو هذا نفسه هنا موجود، هذا الديسك هيك الفراغ الموجود هنا. بس اريد اوضح على هذه النقطة، وهذا نفس الموضوع، هذا الرودبسين اتفعل عن طريق اللايت الالفا بيتا جاما، بس الالفا يتحول جي دي بي الى جي تي بي، وبعدها حول قلل من كمية السايكليك اي ام بي راح يتكسر ويصير كلوجر للان اي شانل، وبعد ما يطب الان اي، وبالتالي صار هايبر بولارايزيشن وقل الدي بولارايزيشن. واذا واحد يريد يطلع اكثر على هذا الموضوع اكو فيديو على اليوتيوب، هذا نيوروساينس اوف ذا فوتو ترانسدكشن. وصلنا هسه لهذه السايكل، ومثل ما قلنا ان الرودبسين يتحول الى الميتا رودبسين تايب 2 كاكتف فورم مالته بفعل اللايت ورا ما فعله. هذا الميتا رودبسين تايب 2 ورا ما تكسر بالرودبسين كاينيز راح يرجع يكون مادة سكوتوبسين. الحكي طبعا هذا كله بالرود سيلز، بانه يعني المكان ظلمة وانت جاي تشتغل على هذا الشيء، انه هنا اللايت شوية قليل، حلو الفكرة، حتى راح تشوف انه شلون اكو دارك، وهذا راح يرجع ويكون الرودبسين. هذا الميتا رودبسين يقدر يتحول الى اول ترانس ريتينال، بس هذا شلون يجي من اجى الاول ترانس ريتينال، يا اما يجي من الميتا رودبسين تايب 2 او عن طريق الفيتامين اي. فالفيتامين اي اللي يسويه الفيتامين اي راح يحول نفسه الى الاول ترانس ريتينال حتى يرجع الريسايكلينج، يتحول عن طريق الايزومرايز الى سيس ريتينال، من ترانس الى سيس. عد ليش دي يتحول؟ لان الاول ترانس ريتينال اللي ترانس ما يقدر يدخل داخل الخليه الا يتحول الى سيس، يلا يدخل داخل الخليه وبعدين يتحول الى رودبسين وتنعاد السايكل. اكو طريقه ثانيه انه الفيتامين اي مو اللي يتحول الى ريتينال، يبقى على صيغته اللي هي الريتينول، بس يحول نفسه ايضا عن طريق الايزومرايز. ايزومرايز يعني ما يغير بالمركب، بس يغير بالشكل مالته او ترتيب الكربون او ترتيب الهيدروجين، وراح يحوله الى سيس ريتينول وبعدين يرجع حمل للرودبسين عن طريق هذا الطريق. الموضوع المهم هنا انه الاول ترانس ريتينال هو الوحيد اللي يحتاج الدارك يلا يتحول، يعني هو هذا تقدر شلون تعتبره الريت ليميتنج ستيب لتكوين الرودوبسين. يعني اذا انت شنت في حاله دارك في بالظلمه راح يتحول الترانس ريتينال الى السيس ريتينال وبعدين يكون الرودوبسين. باقي التفاعلات الموجوده هنا ما تتاثر بالدارك،
ولا تتأثر باللايت همين. يعني كل هذين التفاعلات ما متأثرات بأي شيء عدا الرودوبسين. طبعا أكيد باللايت يتحول إلى ميتارودوبسين تايب 2، هذا الشيء أكيد، بس باقي التفاعلات اللي هنايا اللي هنايا هذين الموجودة اللي هنا اللي هنا كلهن ما يتأثرن باللايت. فبالتالي انه all reaction الموجودة بالفيجوال سايكل يعتبر independent، يعني ما يعتمدن على اللايت ان كان موجود او لا، اذا لايت او داركنس. وبالتالي amount of the rhodopsin تتغير حسب اذا كانت دارك او لايت، على حسب بس قانون واحد اللي هو all trans retinal ما يمشي على هذا القانون except the formation of all retinal عن طريق الفيتامين A، لان هذا يعتمد على الدارك، هذا اذا اكو دارك راح يبدي يكون. بالتالي تقدر تقول انه تكوين الرودوبسين يعتبر يعتمد بشكل تناسب عكسي ويا اللايت، يعني ويا الظلمه يتناسب طردي ويا اللايت يتناسب عكسيا. ف وكل شغله ثانيه، اذا زادت كميه الاول ترانس ريتينال زادت عن الحد الطبيعي اكسس راح يتحول الى فيتامين اي وراح يصير له عمليه ستورج، يعني عد من نريد نستخدمه من يصير يعني نحتاجه عد بعدين نحول. هاي الا اذا قبط كميته كلش صارت عاليه ابدي احوله الى الفيتامين اي. اكو عندنا مرض نسميه ذا نايت بلايدنس او العشر الليلي، والسبب مالته هو نقص بكميه الفيتامين اي ديفيشنسي. اذا صار فيتامين اي ديفيشنسي يعني قل الاول ترانس ريتينال، وبالتالي قل الفوتو كيميكال ان رود اند كونز. كل الفوتو كيميكال اللي شفناها من رودوبسين السكوتورونسين من نسيت اسمه، هذا كلهم راح يقل كميتهم. هذا ان كل المواد الاول ترانس ريتينال ريتينول كله يقل. شنو السبب انه هو بالليل؟ عد ليش بس بالليل انه راح يشوف مواضح؟ السبب من هذا لان اكو انه بالليل انت تحتاج الى طاقة عالية، بينما بالنهار ما تحتاج الى طاقة عالية، لان بالنهار انت عندك ضوء الشمس فما تحتاج تكون كمية عالية من الفوتو كيميكال، بينما بالليل تحتاج تكون كمية كلش عالية من الفوتو كيميكال. وهذا شفناه انه كمية الرود سيلز عادة كلش هواية، واكثر استخدام من وين؟ بس بالدارك، بس بالظلمة يلا تبدي تستخدم الرود سيلز، بينما الكونز تستخدمها بس بالوقت الاكو ضوء. لان ليش عد عدد القليل من الكونز؟ لان انت بالضوء ما تحتاج هواية فوتو كيميكال سبستانس. فبالتالي انه العشر الليلي يظهر بالليل اكثر شيء. ليش؟ لان قلت كميه الفيتامين اي اللي هي مهمه بتكوين الرودوبسين، وقلت كميه الفوتو كيميكال، فاذا راح تلاحظ هذه المشكله اكثر شيء بالليل. الشغله الثانيه انه هل انه اكو تاثير عليها بالدي لايت، يعني بالنهار هم اكو تاثير خفيف على انه الكونز. اذا تتذكرون الكونز هذه الخليه الكونز شنو وظيفتها؟ بس بالنهار، بس بالنهار قلنا ما يصير عشر ليلي ولا يصير تأثير بالضوء. ليش؟ لأن الفوتو كيميكال ما تحتاجه كلش هواية بالنهار. بس أكو شغلة إن الكونز مسؤولة عن الكالر بيجمنت، يعني عن الألوان، وبالتالي راح يصير عنده يعني خربطة بالألوان ما يشوفن بشكل واضح هاي إذا كانت بالنهار. وصلنا الموضوع ثاني اللي هو دارك أند لايت أدابتيشن. تخيل نفسك إنه أنت بمكان ظلمة كلش وبعدين رحت بالشمس، فأكيد راح تحس بعمى شوية. هذا موضحة بهذه الصورة. إذا تشوف هذا الشخص مثلا هو كان بمكان كلش ظلمة وراح بمكان كلش ضوء، راح يحس بشوية بعمى. أو واحد بالعكس إنه هو كان بمكان ضوء نبراح بمكان كلش ظلمة، اللي راح يشوفه إنه هاي الصورة الأصلية، بس هو راح يشوف هيك الشكل. تشوف إنه هذه الصورة هي نفسها، بس الفرق إنه هذا كان واحد بمكان كلش ضوء وراح بمكان كلش ظلمة، فراح يشوف هيك الشكل مالته. حتى نسوي تفرقة إنه إذا واحد كان بمكان لايت، يعني كان بمكان كلش ضوء كلش هواية، وراح على مكان ظلمة يعني light to dark، هذا نسميه dark adaptation. بينما light adaptation شيء بالعكس، إنه أنت كنت بمكان ظلمة إنه بتحولت إلى مكان light، فراح نسميه light. فبالdark adaptation اللي راح يصير إنه أنت كنت بمكان ضوء وبعدين رحت على مكان ظلمة، مثلا طلعت يعني بالشارع وشفت ظلمة، فالصورة الأصلية هيك بس أنت راح تشوفها بهذا الشكل لأنه صارت مثل الإسوداد. حتى إذا أكو نقطة بيضة موجودة، يعني تخيل إنه هذا كله أسود وأكو نقطة بيضة، راح تشوفها هم من هاي النقطة راح تشوفها سودة.
لان ايش قد ما تقدر تركز. السبب من هذا اكو قانون ما بين السنسيتيفيتي ويا اللايت ثريشولد. القانون هذا على انه اذا انت عندك هنا ضوء، هذا ضوء يعني مكان ضوء ما له علاقه بقوانين الادابتيشن وهاي الامور، هسه ركز بس على انه اكو ضوء. اللي راح يصير يعني اذا اكو ضوء يعني اكو فيجوال ثريشولد عالي. الفيجوال ثريشولد شنو؟ الفيجوال ثريشولد يعني اكو ضوء، يعني عينك تشوف هواي اكو اضويه، فبالتالي السنسيتيفيتي مالت الاي راح تقل لان ما تحتاجها. فاذا اكو قانون ان السنسيتيفيتي اوف ذا اي تو ذا لايت للضوء، السنسيتيفيتي مالتك تقل او تتناسب عكسيا ويا الفيجوال ثريشولد. الشيء هذا بالعكس اذا كانت مكان ظلمه، تخيل انه ماكو هذا اللايت الضوء، فانت الفيجوال ثريشولد اكيد قلت قليله ماكو ضوء، وبالتالي السنسيتيفيتي مالتك لازم تعلى، لازم تزيد من مواد الفوتو كيميكلز حتى تقدر تشوف. فإذا انت تقدر تاخذها بشكل قانون انه انت راح تصير مور سنسيتيف تو ذا لايت. ليش؟ لان قلت الثريشولد، انت بالمكان الظلمه ماكو ثريشولد، قل كميته، فلازم تزيد من سنسيتيفيتي وتزيد من مواد الفوتو كيميكال. فإذا راح يصير اكو ديس لاين ان ذا ثريشولد ليفل، بس بعدين ورا فتره شوي شوي انت راح تتحول الى هذا الصوره، تقدر تشوف، ترجع تشوف واضح. ورا 20 دقيقه تقريبا راح يبدي يزداد السنسيتيفيتي تو ذا لايت، راح يزداد الفيجوال ثريشولد، يبدي شوي شوي يزداد بعينك، هذا دا اقصد انا بعينك راح يبدي يزداد. واللايت سبوت كانوت سين، مثل ما قلنا هاي اللايت سبوت ما راح تقدر تشوفه الا ورا 20 دقيقه، يلا ترجع تبدي تشوفه بهذا الشكل اللي الطبيعي. على عكسه اللايت ادابتيشن، اللايت ادابتيشن يعني انت كنت بمكان ظلمه وبعدين رحت على مكان بيضوه، اللي راح يصير نفس القوانين همين. انت عندك الثريشولد ليفل اش بي قل، وعلى المود ايش راح يصير؟ السنسيتيفيتي العفو الثريشولد عالي، العفو هنا الثريشولد عالي، خلينا نمسح هذه. الثريشولد عالي لان اكو ضوء كلش هوايه، رحت على مكان بيضوء هوايه، والاليمينيشن يعني الاضاءه عاليه، فعينك لازم تبدي تزيد من الاليمينيشن، الاليمينيشن تزيد الاضاءه مالتها، السنسيتيفيتي مالتها تعتبر هنا قليله، وحتى اذا اكو هنا نقطه سوداء ما راح تقدر تشوفها، لان يعني مثلا انت رحت بمكان ابيض او ضوء واكو هنا نقطه سوداء ما راح تقدر تشوفها، هاي النقطه ما راح تقدر تشوفها، وهذا الشيء يقدر يصحح او ترجع بشكل طبيعي ورا 5 دقائق. اخر موضوع عندنا اللي هو المقارنه ما بين اللايت والدارك ادابتيشن. بهذا المقارنه راح ناخذ نفس المواضيع، انه هنا عندك large amount of the photo chemical or rod cells have been reduced، لان انت ما تحتاجه باللايت ادابتيشن لان انت مكان ضوء، مكان الثريشولد عالي، فاذا الفوتو كيميكال شبيه قليل، وبالتالي راح تحتاج مواد كلش عاليه مثل الاوبسين، ماده الريتينال، ماده الفيتامين اي، راح يبدا يقل. على عكس بالدارك ادابتيشن يعتبر الحكي كله بالعكس، السنسيتيفيتي مالتك راح تقل. ليش؟ لان الثريشولد مالتك عالي، بينما بالدارك ادابتيشن فراح تشوف العكس، على انه انت تبدي تحتاج من هذا المواد الفيتوكيميكال فراح يبدين يزدادن. So the visual receptor gradually become sensitivity تزداد in minutes and amount of light adaptation excitation، يعني يبدي شوية شوية الضوء كل ما يبدي يزداد كل ما يزداد هذا الموضوع. هذا 20 دقيقة وهذا 5 دقائق الله يتكون. اخر موضوع سهل على color vision، شلون نشوف الالوان. عندك الكلر يكون عن طريق الكونز سيلز، فاكو 3 تايب اوف سيلز اوف ذا كونز سيلز، هي كونز سيلز الريد وكونز سيلز البلو وكونز سيلز الجرين. زين شلون يشتغلون حتى يكونون اللون؟ لازم هذول كلهم يشتغلون حتى يكونون اللون. تخيل ان انت تريد تطلع اللون الوردي تشوفه، يعني لازم تزيد من الريد تبدي تشتغل هوايه، الجرين شويه يعني تقريبا بالنص خلينا نقول، والبلو شويه ازدادت راح يطلع لنا اللون الوردي. نفس السالفة على باقي الألوان. هن هذني الأنواع الخلايا حتى تحفظها، نحفظ الـ RBG. RBG إنه الـ R على الريد، الـ B الـ بلو، والـ G هو على الجرين. أكو فد مرض اسمه color blindness، إنه يخربط ما بين الألوان. اللي يخربطون ما بين الألوان أكو نوعين، نوع إنه يخربط ما بين الألوان الجرين والريد، وهذول ما يقدرون يشوفون إشارة المرور وما يقدرون، المفروض ما ينطون يعني رخصة القيادة أو السياقة هذه.
فهذول اللي عندهم green red color defect يكون عندهم X linked recessive disease. هذا ال X linked recessive disease إنه تعرف إنه هذا ال X Y هذا الميل إنه خلينا نقول إنه ال R هي المرض مات ال blindness. إذن أكثر شيء يصيب الميل لأن هو X linked recessive disease. بالنسبة للفيميل فهو 0.4 لأن الفيميل هي XX فلازم ينحمل على هذا ال R وهنا وهنا يعني هذا على المود يحمل هذا المرض. بالنسبة للبلو كلر ديفكت هذا يعتبر very rare وإذا ظهر فراح يظهر للميل والفيميل. ليش؟ لأن هذا يعتبر autosomal مرض. هذا المرض autosomal disease. هنا خلصت المحاضرة مالت الرتينة الثالثة بقى بس فيديو واحد.